السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تعجيج وبالضبط في بلدية الميلية اللي نقف على المشروع تاع المسبح. المسبح هذا النصف أولمبي الذي تمت الأشغال به منذ مدة وبقي مغلق لعدة سنوات، الآن تقرر افتتاحه بمناسبة الدخول الموسم الاصطياف لهذه السنة. إذا نخليكم تابعوا هذا الفيديو حول هذا المسبح الجميل الذي يقع في بلدية الميلية بولاية جيجل. إذا أترككم تتابعون، السلام عليكم.